هذه هي شوارع سرت الصامدة، ولأن هذا الشيخ المجاهد لم يترك لنا مجالا للقول، فقررنا أن نحييه كما حيا قناة الرأي. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع مشاهدين القنوات خاصة قناة الرأي، وأن نترك له ما يقول من قلب سرت الصامدة المحاصرة من قبل عملاء الناتو ومرتزقته. والآن هناك محطات إعلامية تشيع بأن سرت وبأن بن وليد في حالة حرب، وجايبين من الأخبار أن هناك آلاف القتلى. هذا شارع دبي. احنا قاعدين نبي بابا معمر، نقول له يا بابا معمر، نقول له يا بابا معمر انت قاعد منصور باذن الله. الله امر لي وضع. نبي العالم ينظر ما ذنب هؤلاء الاطفال. ان كان هناك ضمير عالمي، ان كان هناك انسانيه، ان كان هناك اسلام، الناتو يوميا من الصباح للمساء اقسم بالله من الليل باكمله وهو يلوح في قنابل صوتية يرعب في النساء والأطفال. لذلك ما ذنب هؤلاء؟ مش عندكم أطفال؟ شن ذنبهم؟ هؤلاء لن يستسلموا، لن يرضوا بالذل، لن يرضوا أن يحكمهم العملاء. لذلك على الآن العالم الحر، لأن ما يحدث في ليبيا سيحدث لكم، سيحاسبكم الله، سيعاقبكم الله.